بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا التسجيل نعرض روابط المحاضرات المكتوبة، طبعا مكتوبة ومحولة بالبي دي اف والمسجلة ومعروضة في قناتي، وهذا الرابط للقناة. طبعا حاولت أجمع أكبر قدر ممكن جميع محاضراتي تقريبا والإصدارات الحديثة للمقررات التي درستها وسجلتها وكتبتها بالبي دي اف، وفي كل مقرر سنجد العنوان موجود مع الرابط بالبي دي اف موجود على الدرايف جوجل، وبرضو عناوين المحاضرات مع الروابط بالإمكان أن يستفيد منها أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات. هذا مقرر مثلا المعادلات، هنا معادلات تفاضل جزئية تكميلي ماجستير وهكذا، تبدأ في حوالي تقريبا 17 مقرر. مثلا هنا معادلات تفاضل اثنين، العناوين مع الروابط، وكذلك الروابط البي دي اف لكل محاضرة، وهكذا بإمكاننا نستعرضها بشكل سريع. هذه كل المواد بالإمكان، سوف أضع الرابط لها بالدرايف، إمكان أبنائنا الطلاب وأبناء بناتنا الطالبات الاستفادة منها. هذه مادة مدخل لحساب التكامل، أيضا وهذه مادة طرائق رياضية، وهذه مادة نظرية المعادلة التفاضلية تكميلي ماجستير، وهذه مادة تفاضل وتكامل متقدم، وهذه مادة طرق عددية numerical methods، أيضا هذه نظرية البيانات أو الرسوم البيانية، أيضا هذه الرياضيات التطبيقية التمهيدي ماجستير، ونظرية مقرر الإحصاء الاحتمالات والإحصاء للطلاب وطلبة الهندسة، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.